بدنا نحيي الفنانة آلين لحود، صارت معنا مباشرة على الهواء، الفنانة اللي جمعت بين الغناء والتمثيل والمسرح. بونجور آلين، كيفك اليوم؟ بونجور سلام، كيفك أنت؟ يعني في شيء بهالخطوط يا آلين، ما نعرف شو السر. في مشكلة، عم نعاني من مشكلة الإرسال ومشكلة الخطوط بالمطلق، يعني ما بعرف لمين لازم نشتكي بقى. آلين، يعني بحسب معرفنا هناك تحضير لمسلسل جديد الأراد، رح يكون من بطولتك إلى جانب طبعا ممثلين. يا ريت بنعرف تفاصيل أكتر آلين، شو عم بصير وراء الكواليس؟ مظبوط، عم نصور، يعني بدنا نبلش نصور فعليا من هلأ لأسبوع مسلسل شريعة الغاب، يلي هو مسلسل جديد، جديد من نوعه، جديد من حيث كتابته، جديد من حيث طريقة تصويره. والحلو أكثر إنه رح نشوف فيه جديد من جهة الناس اشتاقتنا ومن جهة الناس عم تتعرف عليها لأول مرة. والأحلى من هيك إنه في وجوه معروفة بس لأول مرة بتمثل. خبرينا مين كتب الناس، مين المخرج رح يكون الأراد، دورك بالمسلسل؟ هي كتابة مشتركة بين مالك الرحباني، منصور الرحباني وأنا. قصة جديدة من نوعها، رح تكون من إخراج منصور الرحباني، رح تكون من بطولة باسم مغنية وأنا والأستاذ الكبير جورج شلهوب، إضافة لأسامي عن جد بفتخر جدا أنه انضمت لنا بالمسلسل. ومثل ما سبق قلت لك، في حتى ناس معروفة بس أول مرة بتمثل. شريعة الغاب، شو دورك تحديدا آلين؟ يعني اخدي دور صعب، دور في تعقيد، في صعوبة، يعني منشوف آلين بإطلالة مختلفة عن الأدوار اللي سبق ومثلتيها. ايه اكيد، انا دايما على كل، انا دايما ببحث عن الادوار اللي بتخليني اذا بدك طلع اشياء جديدة يعني موجودة بشخصيتي، يمكن انا ما بعرف انه بأداء التمثيل اللي عندي اياها، وبيجي دور بيستفزني فبحس انه عم اقدم شيء جديد. هيدا الشخصية بتختلف عن الادوار اللي سبق ولعبتها من قبل. شخصية ايه يعني صعبة، فيها في مواقف صعبة بتمرق فيها، لأنه بتكون عايشة بحالة معينة وبتنتقل لحالة تانية جديدة من نوعها، بتخليها تتفاعل بطريقة مختلفة عن إذا بدك النمط اللي كانت عايشته. يعني صراع ما بين قبل وبعد. مظبوط، يعني بتعرف وقت يكون واحد معود على نمط معين بحياته وبتجي فجأة بتشيليه إذا بدك من عامل العادة اللي هو بيبقى عايش فيه، وبتصير بدك تجبريه يتأقلم بجو جديد. بأول يعني أول طريق بتكون كتير صعبة لبين ما يتعود ولبين ما يقدر يبلش يقلع، كمان بترجع بتشوف ناحية تانية من شخصيته وقت بيتأقلم بهالجو الجديد. هون في صعوبة يعني، بالإضافة لأنه في يعني في أكشن كتير بالمسلسل. ما بدي كتير أعطي معلومات بس رح أقول إنه حتى في بدي يكون في يعني عصب تهالشخصية تقدر تنلعب، لأنه في حركة دايمة، يعني ما بيكفي بس إذا بدك شخصيتي تكون والله البنت الحلوة اللي دايما إيديال، لا رح نشوفها عم بحالة يرسلها بمطارح، رح نشوفها بحركة يمكن شوي، يمكن أول مرة منشوف بطلة عم تقدر تلعب دور هالقد، يعني فيه حركة وحركة صعبة يعني. نعم نعم، يعني في تنوع وفي تنوع وفي تغيير. آلين، فكرت شي تغني بالمسلسل بشريعة الغاب؟ تعرفي نحنا شفنا بفترة رمضان كتير من الفنانين اللبنانية غنوا بهالمسلسلات واشتهرت أغاني كتير لألهم، فكرتي بهذا الموضوع؟ لا صراحة يعني كنا عم نحكي يعني خلال التحضير، بما أنه أنا إذا بدك عم بعمل أكتر من أنه بس مثل، يعني عم شغل كمان بالكتابة وباختيار الكاستينج، لا لقينا أنه أفضل المسلسل يكون الجنريك تبعه موسيقى بس، لأنه مش ضروري دايما يعني إذا واحد هو عم بيمثل بالمسلسل أو إذا هو بيغني يعني لازم يحط صوته على الجنريك، كله بيرجع لتركيبة القصة وإذا بتحمل أنه الجنريك يكون مغنى. هون لا، الأفضل يكون في موسيقى معبرة أكتر، لأنه بكرة يعني وقت تحضروا المسلسل رح تفهموا أكتر عن شو عم بحكي، فيمكن الموسيقى بدون غناء بتعبر أكتر عن القصة. في شي جديد على صعيد الغناء آلين؟ ولا هلأ كل الوقت للتمثيل؟ هلا اذا بدك المسلسل اخذ من وقت كثير، بس في اغاني عم تتحضر، ما فينا كثير اعطي تفاصيل. الشيء الوحيد فينا نقول عنه هو اغنيه ماي واي يلي قريبا تحط صوتي عليها، يلي ترجمت للعربيه وهي رح تكون الاغنيه المقبله اللي رح نزلها، بالاضافه لمجموعه اغاني عم بسمعهم صراحه هلا وعم بلش
اختار منهم. بس فيني اقول انه كمان رح يصير في تعاون مع جاد القطريب ابن خالي يلي نعرف باغنية جذور. هلا في اغنية عم بلحن لي اياها كمان. نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق الفنانة آلين لحود، واهلا وسهلا فيك دايما عبر هوا صوت لبنان. ميرسي كثير لك. سلام. بهالدنيا في ناس تاخد مطارح ناس، في ميل شمس وميل كله ليل، ميل الشمس في قصور بشع منها النور، والعتم غامر ناس تاني ميل.